السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعل فعل مفعول وحكمة الخلق في ستة أيام. تدبرت في موضوع الخلق في ستة أيام فوجدت ذلك فيه إشارة لحل معظم المعضلات العقائدية سواء في الرد على الملاحدة أو الفلاسفة أو أهل الكلام. سبحان الله، إي والله. وعلى فكرة باب الرد على الملاحدة هو مفتاح للرد على أهل الكلام، وسبحان الله والرد على جميع هؤلاء فيه بيان عمق فقه السلف، وأن اجتماع المعقول الصحيح مع المنقول الصريح هو في قول السلف الكرام رضوان الله عليهم، وأن سبب حرمان الفلاسفة وأهل الكلام استصغارهم لمن يتبع النص. كل هذا، إيه نعم، كل هذا. طيب ما قصة فاعل فعل مفعول؟ هذه الجمل في الإنجليزية هكذا تركب، فاعل فعل مفعول. أنا وضعت هذا في العنوان حتى يبقى الأمر في الذهن. في الواقع أن هذا التركيب يفيدنا جدا في فهم هذه المسألة اللي هي معقدة، لكني سأحاول تبسيطها قدر المستطاع وبيان كيف مسألة الخلق في ستة أيام فيها الرد على الملاحدة والفلاسفة. الملاحدة معروفين، الفلاسفة القائلين بقدم العالم، أن العالم تولد عن الله عز وجل تولدا كما تولد شعاع عن الشمس وليس حادثا، والمتكلمين الذين ينفون عن الله عز وجل الأفعال الاختيارية. وكيف تألق ابن تيمية في إيضاح مثل هذا الأمر بشكل جيد جدا. ابدأ من الفاعل، تسلسل الفاعلين ممتنع ويدل ضرورة على جواز تسلسل الأفعال والمفعولات. هذه العبارة يفهمها المتخصصين، أما غير المتخصصين خلينا ناخذكم شوية. تسلسل الفاعلين هذا أقوى حجة في الرد على الملاحدة، ولا يقف أمامها لا نظرية التطور ولا غيرها، ولا نحتاج أصلا فيها إلى إثبات حدوث الكون ككل ولا إلى انفجار عظيم ولا إلى غير ذلك. كل من يفهم هذه الحجة يعرف هذا جيدا، وأن عموم الملاحدة إنما أتوا من جهلهم وعدم فهمهم بها، اللي هي موضوع تسلسل امتناع تسلسل الفاعلين أو امتناع تسلسل المؤثرات. الآن سنقول الفاعلين من باب فاعل فعل مفعول. طيب ما معنى امتناع تسلسل الفاعلين؟ وقد شرحتهم مرارا. أنت الآن إذا أنت أنجبك والدك، والدك أنجبه شخص آخر، وهكذا إلى، هل يمكن أن تستمر إلى ما لا بداية؟ يستحيل أن تستمر إلى ما لا بداية الفاعلين، لأن استمرار الفاعلين إلى ما لا بداية يعني عدم وقوع المفعول، وأنت مولود موجود، إذن لابد أن الأمر لا يستمر إلى ما لا بداية. الأمثلة المعروفة المعهودة، حين يقول لك إذا كان في جندي يريد أن يطلق رصاصتان و إطلاقه لهذه الرصاصة مبني على إذن الضابط الذي فوقه، والضابط الذي فوقه إطلاق إذنه مبني على إذن ضابط فوقه، والذي فوقه مبني على إذن الضابط الذي فوقه. إذا وجدنا الرصاصة أطلقت نعرف أن الأمر قد وصل إلى شخص لا يتوقف إذنه على إذن أحد. طيب هذا معناه امتناع تسلسل فاعلين. الطلقة هو أنت، هو هذا الإنسان الموجود حاليا، أو أي شيء حادث في هذا الكون. أي شيء حادث في هذا الكون هو منزلة الطلقة، يدل على وجود أول لا بداية له، لا يتوقف على شيء كما تتوقف الأشياء الأخرى. تشرح المسألة هكذا: أنت حادث أو مولود، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أنت حادث أو مولود، إما أن تكون أوجدت نفسك وهذا مستحيل لأنه جمع بين النقيضين لأنك لم تكن موجودة، وإما أن يكون أوجدك العدم والعدم لا يفعل لأن الفعل فرع عن الوجود، فهذا جمع بين النقيضين. إذن لابد أن يكون أوجدك سبب مؤثر فاعل. هذا الفاعل إما أن يكون حادثا فنسأل فيه مثل ما سألنا فيك، من أين جاء؟ يستحيل أن يكون أوجد نفسه، ويستحيل أن يكون أوجده العدم، وإما أن يكون، الله يبارك فيك ويحفظك، وإما أن يكون قديما.
يعني لا أول له. نمشي 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 حتى نصل إلى رب العالمين. أي حادث في الكون يأخذك إلى رب العالمين الذي هو الأول الذي لا بداية له. لماذا قلنا أول لا بداية له؟ قلنا أنه أول لا بداية له لأنه لو كان حادثا سنسأل فيه الأسئلة المعتادة: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ سنقول: من أين جاء؟ لا 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 شك أنه لم يوجد نفسه لأنه حادث سبقه العدم، ولا شك أنه لم يأتي به لم يأتي به العدم لأن العدم لا يفعل، فلا بد أن يكون أولا لا بداية له. ولماذا افترضنا أصلا وجود الأول الذي لا بداية له؟ لأن تسلسل الفاعلين ممتنع. إذا كان الشيء موجودا ونحن موجودين بطبيعة الحال، إذا كان الشيء الحادث فاعل موجودا. طيب ما الذي استفدناه من موضوع امتناع تسلسل الفاعلين؟ وهي أقوى حجة على الملاحدة، وهي التي لا تصد ولا ترد، ولا ينفع معها لا نظرية التطور ولا أي نظرية أخرى فسطائية. لماذا؟ لأنه أصلا نظرية التطور تبدأ من حادث أصلا، وهذه الحجة مبنية على مجرد وجود أي حادث في الكون سيأخذك إلى الأول الذي لا بداية له. الأول الذي لا بداية له، نحن استفدنا من هذا الدليل امتناع تسلسل الفاعلين أنه تقدس اسمه، أنه أول لا بداية له، وأنه قدير لأنه فاعل وأنه حي بطبيعة الحال. فاستفدنا أنه أول قدير حي، أول يعني لم يسبقه عدم، يعني لا يحصره زمان حادث، وإنما صفته الأولية زمانه الأولية. طيب طيب فهم فهم الحمد لله. هذه الأمور التي استفدناها من امتناع تسلسل الفاعلين تدل ضرورة على جواز تسلسل الأفعال وجواز تسلسل المفعولات. كيف هذا؟ الآن لو قلت لك من خلال المعطيات، من خلال المعطيين أن الله قدير وأنه أول لا بداية له، هل يجوز أن يكون الله خلق عالما قبل عالمنا هذا بمليار سنة عقلا؟ ستقول نعم. أقول لك: ولماذا؟ تقول: لأنه الأول الذي لا بداية له لم يحصره زمان. أقول: طيب جيد، ثم ماذا؟ ونحن استفدنا هذا بضرورة العقل، بضرورة امتناع تسلسل الفاعلين، ولأنه قدير. أقول لك: طيب، وهل يجوز أن يكون خلق عالما قبل هذا العالم بمليار سنة؟ الآن هذا الآن مفعول، تسلسل مفعولات، يجوز عقلا نتكلم عن الجواز العقلي، دعنا من البحث الشرعي الآن. ستقول لي: نعم. أقول لك: لماذا؟ ستقول لي: لأنه هو الأول والقدرة موجودة. متى سيضيق الأمر عليك؟ إذا نفيت الأولية أو نفيت القدرة، والأولية والقدرة موجودتان بضرورة امتناع تسلسل الفاعلين. إذا تسلسل الفاعلين يقتضي ضرورة جواز تسلسل المفعولات، لأنك لن تستطيع أن تقف عند تأتي عند عالم معين وتقول: هذا العالم هو أول عالم ولا يمكن أن يوجد قبله عالم. لأنه باختصار الله فاعل بالاختيار سبحانه وتعالى، وهو لا أول له. فما دام فاعلا بالاختيار ولا أول له، يجوز أن تكون جنس أفعاله الاختيارية لا بداية لها. ثم إن حكم الجنس لا ينطبق على الأفراد. كثير من الناس إذا قلنا له هذه الكلمة يظن أن هناك بعض الأفعال أو بعض المفعولات قديمة مع الله. لا، حكم الجنس لا ينطبق على الأفراد. على سبيل المثال: جنس أفعال أهل الجنة، جنس أكلات أهل الجنة، كل أكلة لها بداية ونهاية، لكن أفراد الأكلات كل أكلة لها بداية ونهاية، كل أكلة لها بداية ونهاية. إذن حكم الجنس لا ينطبق ضرورة على الأفراد. كذلك لابثين فيها أحقابا، حدد السلف الحقب 80 عاما مثلا بعضهم قال. طيب، إذن كل حقب له بداية ونهاية، جنس الأحقاب لا نهاية له، جنس الأحقاب لا نهاية له، لكن كل حقب له بداية ونهاية. إذن أيضا بشيء من التفكر العقلي، حكم الجنس يختلف عن حكم الأفراد. فإذا قلنا بتسلسل الأفعال أو تسلسل المفعولات، فإن هذا لا يدل نهائيا، لا يدل نهائيا على أن هناك فعلا من الأفعال هو قديم مع الله، أو مفعول من المفعولات هو قديم مع الله.
فهمنا هذه القصة؟ فهمنا. فهمت كيف هي رد على المتكلمين على الملاحدة؟ فهمنا كيف هي رد على الملاحدة، وهي أيضا رد على المتكلمين. وكيف هي رد على الفلاسفة؟ مفهوم، وهي أيضا رد على المتكلمين. لماذا؟ لأن المتكلمين أصلا خلطوا بين تسلسل الأفعال وتسلسل المفعولات وتسلسل الفاعلين، فمنعوا منها كلها. طيب، فقالوا كلها ما تسلسل لم يتحصل، وبنوا على ذلك أنهم نفوا عن الله عز وجل الأفعال الاختيارية. ليش المتكلمين نفيتم عن الله الأفعال الاختيارية؟ قالوا الله أول لا بداية له، وما حلت به الحوادث لم يخلو منها، وهذا سيؤدي إلى أننا نقول بتسلسل الحوادث اللي تسلسل الأفعال الاختيارية. وإذا قلنا بتسلسل الحوادث فسيعني أنه حادث. لماذا؟ لأنهم مساكين خلطوا بين الجنس والأفراد، وخلطوا بين تسلسل الفاعلين وتسلسل المفعولات. بنوا على هذا إيش؟ بنوا على هذا أنهم أثبتوا لله مفعولات فقط، مخلوقات، ولم يثبتوا لله أفعالا، مع أن النصوص دالة على إثبات الأفعال والمفعولات. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن فعل فيكون مفعول. طيب، وهذا هو سبب قولهم بخلق القرآن. ما معنى قولهم بخلق القرآن؟ معنى قولهم بخلق القرآن أنهم لا يريدون يقولوا أن القرآن فعل من أفعال الله، بل هو من مفعولاته، من مخلوقاته، ليس من أفعاله التي تقوم بذاته وليست مخلوقة، لأن لا نثبت الله أفعالا أصلا. ولهذا حين يأتي ابن تيمية يقول حادث وليس بمخلوق، يعني فعل اختياري، هذا هو عين مذهب السلف جعفر الصادق جعفر بن محمد، لما سئل عن القرآن قال ليس بخالق يعني ليس فاعلا، وليس بمخلوق يعني ليس بمفعول، وإنما هو كلام الله يعني فعل، فعل حادث، كلمة حادث معنى له بداية وله نهاية، يعني حادث. فجعفر الصادق عطى القسمة الثلاثية، أنه في فاعل وفعل ومفعول. المتكلمين أنكروا الفعل، طبعا بعض المنتسبين المدرسة السلفية تأثروا بهم وأنكروا التسلسل مع كونهم يثبتون الأفعال. طبعا لما نأتي للنصوص يأتي الإنسان يقول طيب نحن نجد في النصوص أن هناك أول مخلوق، نحن الآن نتكلم عن الجواز العقلي، أما بالنسبة للنصوص فالأوليات التي في النصوص كلها نسبية، بمعنى كان الله ولا شيء معه وكان عرشه على الماء، إذن ولا شيء معه من العالم المشهود، بدليل أنه ذكر شيئا موجودا العرش. أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ قال كان في عمى ما فوقه هوى وما تحته هوى. العمى كان في عمى يعني مع عمى، العمى هذا فسره بعض السلف بشيء وجودي، وفي رواية قال ثم خلق الله العرش، إذن في شيء كان وجود قبل العرش، والعرش هو حتى أقدم من القلم والكتاب، دليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الله كتب المقادير وكان عرشه على الماء. إذن الأوليات كلها نسبية. فهم هذا؟ فهم أن الرد على الملاحدة في امتناع تسلسل الفاعلين هو مفتاح الرد على أهل الكلام. ومع الأسف بعض المتأخرين المنتسبين لمذهب الإمام أحمد أصلا سلموا بهذه الشبهة، امتناع تسلسل الفاعلين، ولهذا قالوا بالقول الغريب أن كلام الله حرف وصوت، ثم هو أيضا قديم يعني مثل الفاعل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا حتى مثل السلف لما يقولون هو كلام الله، منه بدأ هي هذا المعنى كلام الشيخ، قول شيخ الإسلام لم ينزل الله قول الإمام أحمد لم ينزل الله متكلما إذا شاء. فالمتكلمين ينفون الأفعال ولهذا تسلط عليهم الفلاسفة، والفلاسفة ينفون المفعولات ويقولون أن الله خلق المخلوقات تقدس اسمه، ما خلقها أصلا تولدت عنه. طيب ما فركز، فاعل فعل مفعول، امتناع تسلسل فاعلات يقتضي ضرورة جواز تسلسل الأفعال وجواز تسلسل المفعولات ونقض. وهذا على فكرة اتفقت على هذا جميع الفرق الكلامية على هذا الأصل، الأشعرية والمعتزلة والجهمية. ولهذا لو عقلت ستفهم أن الجماعة حكمهم واحد وهم شيء واحد، لأن أصولهم وحدة يا بني آدم، ونتائجهم وحدة، وخلافاتهم لفظية إلى حد كبير جدا. لهذا حتى القول بفناء النار مبني على هذا الأصل، ما تسلسل لم يتحصل،
فقالوا أنه أفعال أهل الجنة والنار ستتسلسل في المستقبل، فما تسلسل لم يتحصل، فنفى الجهم هذا. لكن عموم المتكلمين ماذا قالوا؟ قالوا لا، في فرق بين التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل، والواقع أنه شيء واحد والتفريقات كلها ضعيفة. طيب إذا فهمت الأمر، هذا الذي شيخ الإسلام كان يريد أن يوضحه. طيب ما علاقة هذا بقصة ستة أيام؟ ستة أيام هذه الله عز وجل جعل الخلق في ستة أيام ليبين لنا التعاقب الحدوث، فيعطينا الرد على الفلاسفة في أن في قدم العالم، كيف العالم قديم؟ لا، العالم متعاقب شيء بعد شيء. والرد على الفلاسفة يوحي لك أيضا بالرد على أهل الكلام، لأن المفعول لا يأتي إلا من فعل، وهذا أيضا يبين الرد على الملاحدة، لأننا إذا فهمنا حدوث الأشياء بشكل جيد سننتهي إلى امتناع تسلسل الفاعلين. فكان هذه حكمة الله عز وجل في كونه فاعل فعل مفعول، فلما جعلها في ستة أيام في عدد أيام، فتفهم أنه ما كان في اليوم السادس لم يكن في اليوم الخامس، وما كان في اليوم الخامس لم يكن في اليوم الرابع، وما كان في اليوم الرابع لم يكن في اليوم السادس، فأنت ها تفهم. هذا طبعا من ضمن الحكم هكذا، ولهذا عموم البشرية عندهم الأسبوع هذا، لأن عندهم عقيدة موروثة من الآباء أنه ستة أيام في اليوم السابع استوى رب العالمين على العرش. هذه المسألة لما فهمتها يعني تبين لي سبحان الله أنه اتفاق المعقول مع المنقول، وأنه ما في تعارض، وأنه سبحان الله الإنسان إذا ابتعد عن النصوص الشرعية ودخل في العقليات يضيع مثل ما ضاعوا المتكلمين والفلاسفة، ويجي يقعد يقول ظواهر النصوص هذه غير مقبولة، وهو في النهاية ينتهي إلى قبول أقوال متناقضة، مثل إثبات مفعولات بدون فعل اختياري اللي هو قول المتكلمين القول الفظيع، ومثل إثبات مثل قول بقدم العالم اللي هو قول الفلاسفة وهو قول أيضا فظيع وكفري، والقول الثالث اللي هو قول الملاحدة الغريب جدا اللي هو إثبات موجودات حادثة بلا موجود بلا فاعل. فمنهم من أنكر الفاعل الملاحدة، منهم من أنكر الأفعال المتكلمين، منهم من أنكر المفعولات الفلاسفة. ولهذا المساكين اللي كتبوا في نقد السلفية المعاصرة أو في نقد الإمام أحمد قديما، مثل جماعة ما بعد السلفية أو صاحب السلف المتخيل اللي هو رائد السمهوري، هذا مسكين الإمام أحمد لما جاء إلى اللفظية، الإمام أحمد يعرف أن اللفظية منتهاه مثل قول الجهم، لأنهم ينفون الأفعال الاختيارية لله. فلهذا ماذا قال الإمام أحمد؟ قال ينتهون إلى ما قال جهم، إلى ما قال الجهم أن ما جاء به جبريل مخلوق. وفعلا اللفظية، لهذا داود الأصبهاني صح عنه أنه كان يقول هناك قرآنان، قرآن في السماء وقرآن في الأرض. لماذا لا يريد أن يقول أن القرآن اللي في الأرض هو ما تكلم به الله؟ لأنه أصلا ينفي عن الله الأفعال الاختيارية، لأنه أصلا تأثر، ولهذا هو قال محدث وحادث. وهؤلاء الذين ينفون الأفعال الاختيارية إذا قالوا محدث أو حادث هم يريدون مخلوق، لا كما جماعة جعفر الصادق ليس بخالق ولا مخلوق. ولهذا إسحاق بن راهوية قال من قال القرآن محدث يريد مخلوق، يعني منهم من ذول الجماعة اللي ينفون الأفعال، فهو كافر. ولهذا تجد مثلا متأخري الأشعرية يصرحون بل أن خلافهم مع المعتزلة لفظي، لأنه هم أثبتوا الكلام النفسي. ما هو الكلام النفسي؟ الكلام النفسي هذا هو علم الله تقريبا. لماذا أثبتوه؟ نوع من التمويه والمخرقة، ولأنه لماذا الكلام النفسي؟ لو ترى صفة الكلام النفسي في كتبهم العقادية يقولوا لا تقديم فيه ولا تأخير ولا متقدم. طيب ما معنى هذا؟ معنى هذا أنهم يريدون أن يثبتوا لله كلاما ليس فعلا اختياريا، وهذا ليس هو الكلام الذي تعرفه العرب، ولا هو الوارد في النصوص، ولا هو اللي ممكن يقال فيه منه بدأ، ولا هو اللي يشير إلى قول الله عز وجل كن فيكون، لأنهم ينفون أن تقوم في الله عز وجل أفعالا اختيارية. لما فهمت هذا يعني سبحان الله استوعبت، وهذا هو القياس، يعني الدين صحيح والنبي زكانا أهل تلك القرون، وظهر أن هؤلاء أهل الحديث مدراويش، أنهم أذكياء جدا وفاهمين كل شيء. ولهذا وعموم العلمانيات الموجودة اليوم وما تفرع عنها مبنية على الإلحاد، على نفي الخالق،
على نفي الخالق وثم أو نفي حقوقه، ثم بعد ذلك ماذا يكون؟ نتعامل بناء على هذا الأساس ونأتي بمنظومات تنحي الخالق، مع أن مجرد وجودنا يدل على الخالق. كل فرد لوحده مو إلا الكون كله محدث، وإن كان الكون محدث عادي كله ها. فجاءت هذه العلمانيات لتقفز، فالعلمانيات هي أسوأ من كلام الفلاسفة لأنها لم تبدأ البحث منذ البداية. فسبحان الله، حقيقة هذا الأمر نبهني على كثير من المسائل، أنه أقوى دليل في الرد على الملاحدة هو مفتاح للرد على المتكلمين، بيان عمق فقه السلف، تعارض العقل والنقل، حكمة خلق السماوات في ستة أيام، والرد على العلمانيات، وبيان الموقف الصحيح في الحكم على أهل الكلام بأنواعهم.